وسكت شير الملم. مدونة الأسرة لا تهمني في شيء لأنني غير متزوج وما غاديش نتزوج. إذن تكون مدونة أو ما تكونش مدونة لا تهمني. فقط الله إلا أنت اللي عبرتي وحق الله عندك ما عادش بيجي بصدع الرأس. ما قلت لك عمرت لي هذا شربوا ما تشبوش قلبي. السلام عليكم. يا والله إلا قلبي. السلام عليكم على الله. نعم أش خصك؟ شنو أخت شيء؟ هذا ديال الحياة. سرع عند طبيب هو الأول. نشوف واش حية ولا ميتة. ودوزي عند المقدم. وجيبي برويطة تنابر. عاد جي عندنا نعطوك شهادة الحياة. واش علاش أنا لا؟ كيفاش علاش؟ كيفاش علاش؟ أجا رأي أنا تموظف. والله إلا قلت بغات شهادة الحياة. على حنا حنين في هاد البلاد. غير أجي وخذ شهادة الحياة من المقاطعة والله ما دوزناك من البرا والخيط وطلعتي ونزلتي لديتي شي شهادة. شاف ضوئي ويت ويت. وي أنا وقعتي اللي قلتيلي. جبتيهم كاملين؟ خاصك حاجة وحدة جوج تصاور وبلا فلتر وصفة بغيت نمكن معاونا بطوع. اجي 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 انتي اجي انا كان اقعد اخدم. تبارك الله عليكم وصلت الميساجي بالفن. نجمع نقعد نديرو الحرب كاين كاين بينا ولا بلا بينا واش نقعدو احنا ما ميمكنش ميمكنش بحالنا بحال جميع الناس. الله يكون في العوان الجميع. الله يكون في العوان والله يفك كي يقولوا الله يفك وحيلهم حتى هما وهذاك الشيء هذاك الشيء ثاني بوحدو. نهضروا حنايا في الفنان حنا ما تنعرفوش حنا الفنانه ما تنعرفوش نهضروا في داك الشيء السياسه نهضروا في الفن وداك الشيء. لا لا ما دور شيء لا ما تنقدموا حنا لا انسانيه لا وطنيه. حنا مع سيدنا الله ينصرو وحنا مع الشعب المغربي. الا بغيتي تقولي اختي انت شي حاجه قوليها. انت صحفيه وانت مجهده في هذا الشيء عليا. انا ما مجهدش في هذا الشيء. انا واحد الانسان فنان مغربي وحنا عندنا مشاكل في المغرب. عندنا مشاكل على العرض نتقدوي مع مشاكلنا اللي في المغرب. انت شتي بحال قولي راه عرفتي اش واقع لك انت نيت انت كتحبي وما كتجيش تقوليها. انا بعدا في النظر ديالي راه كلامه صحيح ومنطقي. نهضر على شي يقول راه في المحل ديالها بحال واحد ننتقدو ولكن راه هضرت راه في المحل ديالها. ولكن ننتقدو طريقه اللباس ديالك واخا انا جاوبت عليها مليون مره ولكن انا ما كيهمنيش وكنظن بان دابا ما بقاوش كاع الانتقادات لان الناس كيعرفوني كيفاش دايره ولبس ولا ماشي لبس كل واحد كيدير فراسو اللي بغا. تبقى مون كونت انستغرام نعاود نبقى عند خولا اللي بغى يتبعني وهذاك ماشي تبعني وهذاك ماشي مشكل. كنظن ما كندير حتى حاجه العيب دونك عادي هادشي صافي فتنا شحال هادي ما بقاش عندنا هاد المشكل. واش هادي دابا كاينه في هذا المهرجان ديال الفيلم اللي كيف مراكش ياك ولابس هذا اللبس هذا ناري اخويا على برد كاين عندنا هاد الايامات هادي وهي لابسه هذا اللبس هذا واش ما كيجيهاش البرد هذه؟ عرفتي علاش سميق لي كاين اخويا هذه الايامات هذه؟ هذه الايامات فين كاين المهرجان دابا نيت وعرفتي علاش سميق لي اخويا؟ باز لي وحق الله العظيم نشوفوا التنعيه ونقولوا الزين كيحشم على زينو والخير غير العطاء الله. الحياه الزوجيه ماشي كلها عسل كلها حاجه زوينه كلها كيف 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 بعض الحوايج كيصوروهم المقبلات على الزواج. لا الزواج دائما تيكون فيه دي هو دي با. كيكونوا لي كوبل في الاول ديال الزواج كيكتشفوا بعضياتهم كيعرفوا بعضياتهم دائما ملي كيبدا يفوت السنه الاولى. انا نقول لك انا اصعب سنوات الزواج كيكون دائما السنه الاولى والسنه الثانيه كتكون شويه صعيبه. علاش؟ لان كيكونوا واحد بجوجهم كيتصاطحوا مع بعضياتهم لان انت جايه بكاركتر والراجل جاي بكاركتر كل واحد فيكم باغي يفرض شخصيته. ولكن ملي تيكون الحب في الاول وتيكون التفاهم فاكيد انكم تتلقاو حل وسط. علاش قلت لك تتكون السنتين الاولى ثلاث سنين كتكون شويه صعيبه. بالنسبه لي انا تيكون السر وما كاينش سر ولكن الافضل ان الواحد من الاول يحط النقط على الحروف كل شيء يكون واضح ما يكونوش اسرار ما بين لي كوبل. تكون الصراحه التوتال يتعاودوا بعضياتهم يهضروا بعضياتهم يتناقشوا ولكن سانومبيش دو دير كو ضروري غتكون التعطيح والمخاصمه والصلح وتخاصم وصالحه والصلح وانت غادا هكا حتى كتلقاي راسك والصبر الصبر الصبر حتى كتلقاي راسك ضاربه مع 40 عام 50 عام
فهمتي؟ يعني ضروري خص التفاهم، لان الطلاق حالو سهل ولكن سلاين، فهمتي؟ شويه قاصحه، هادي مطلقه وهادي 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 صعيبه. كيف تتقول لي جده ديروا الممنين يدو صعيبه الله. كتب لي الدنيا وطازون كتصور بلا مكياج، شوفوا اللي وجهها ما فيها لا مكياج لا والو، انت خايف نفسها وحده. كيفاش كتتصور؟ شوف الغرائب، كانت تهز واحد الوليد صغير في يديها، وهي هزا غير بوبي غير مونيكا هزا في يديها، تلقى الصاك داك الصاك وديك الكاشه مدوره، دوك اللي تيكونوا يلاه والدات بحال غادا بين الجلبه تيديروا واحد الكاشه ما عرفتهاش، كواش ديما تيديروا كواش، هزا هكا وشاد دار الداعي بهاد اليد، تدير شي مو طومبي خويا الله يرحم باك، تيوقف شي مو طومبي. هادي نهار حصلت، حصلت ضربه شي 25 طوموبيل، وحصلت واحد حلوفه قداش وتصيدات وشدوها، وشنو تدير هاد الخدمه ديال هادي؟ تركب معاه تركب شي موط طوموبيل خويا لاباس بخير، انا غادا بالدار ديال الرباط مسكين غاتيتقيم، بقى دابا عاد الناس ليا شويه من الصباح هو تيزقي، وانا الراجل ما عنديش انا مسافر، وهذا وغندي هذا، وهي كانت شويه نقيه في وجهها، وتهز الراجل تتقول بنت ركبي بني تيلو ركبي الله كثر خير كاسيت، هز هي الطوموبيل اللي بغات، غاتشوف شي طوموبيل دير ليه هكا تركب الراجل. البنيه الصغيره اللور مصيا تقول لها ماما ماما البنت تشوف واش كاين الماء تما ولا ما كاينش الماء تما، الا شافت الماء كاين تتقول لها ماما لا كليت كاين درني الجوع، جابت لي الجوع انت عطيتها واحد الدواء وخصو تاكلو مع دانون، انت نسيت ما عطيت لها دانون، الله يرحم والديك اسيدي شي حال وانت انا مزوقه فيك غا دانون، البنيه انا مزوقه في الله. تيوقف السيد يمشي يجيب دانون، واش غيقول لها اري خلصيني علي علي تخلص، تيجيب دانون تيمشي للحان يجيب دانون، تحي ديال مونيكا وتجلس تصرف مزيان، تدي ماري تزيد بحال هكا تدار الطوموبيل، عاوتاني تمشي تدي عند واحد خينا واحد فيرايور كان في كازا، وغير تدخلي الطوموبيل تيديك ديها الموطور لهاد الجي هادي لهاد الجي هادي لهاد الجي هادي لهاد الجي، الصباح تصبح الطوموبيله البيبان عند واحد، الموتور جا دهز واحد، الروايد مشاو لجهه اخرى، هذه خدمته تيدق دق عنده شي وحدين واحد عصابه فيهم التاتي تقول الطوموبيل. بعدا بغيتي نعرف واش كاين شي واحد كينزل من الطوموبيل وتيخلي الصوت في الطوموبيل، ضروري الانسان ملي كيسكت الطوموبيل كيجبد الصوت وكيمشي. او كيمشي وتعودت دير هذه القضيه هذه، سيرتو انت تكون شي مراه صايقه تطلبها، لا لا انا مزوقه فيك اختي غير هنا غير هنا الله يرحم والديك، اذا ما كانش عندها الماء تقول لها ماما، خذ تقول لها ماما بغيت نشرب ما تقول سكتي صافي بغيت نشربها ماما، لا لا عارف غقرا هذا ما انا مزوقه فيك حتى الدراري هذا راه من الصباح ما شربت. الله يرحمك والدي، هاك يا لاله هاك تدخل البسطام هاك جيبي لنا عارف، تقول لها لا لا والله ما تجيب تطبق المرا تدي مرا هي تيفلتوا لها تقول تيهبطوا الساروت تيجيبوا الماء وتيعطيو لها، اما اللي خلى الساروت تدي ماري وتزيد في الطريق. واحد المره ضربت لواحد خينا واحد الطوموبيل، السيد مشى فهم زاد في الطوموبيل وقف واحد الطوموبيل قال لي انا مزوق فيك انا مزوق فيك، دات لي طوموبيل ديك السيده هزات الاخر كوما يتبعوها، عيات ما تفانتي عيات ما تفانتي، دار قدامها واحد الطوبيس يدخل فيه من الباب، البنت ولات زرطت لقدام تنسلاني في وجهها، هي كلاتها مع الفولون دخلت في الطوبيس وتشدات واعترفت عند الشرطه القضائيه ب 24 سياره اللي دات وجابت ديك العصابات تقدك وتصوب السياره وتدقدق فيهم. هنا الخوت نكونوا وصلنا لاخر الفيديو، الا كنتم من الابطال بقيتوا حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساوش خليو ليا شي لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه وفعل مع الجرس باش كان شي حاجه جديده توصلك حتى الاول، تفاعلوا الخوت مع الفيديو خليو ليا التعليق الزوينه ديالكم، تهلاو فراسكم الخوت، تلقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر، السلام عليكم.